على مدار الأيام الأخيرة في انتشار لأسراب ضخمة من الجراد بتهاجم المناطق الحدودية في عدد من المدن زي حلايب وشلاتين وأبو رمات جنوب محافظة البحر الأحمر، واللي جات من اتجاه السودان بكميات كبيرة تجاوزت عشرات الكيلومترات، واللي طبعا هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية. الجراد ده أزمة كبيرة بيكون لها تأثير سلبي على الزراعة المصرية وبتكون مؤذية جدا جدا للفلاحين كمان والمزارعين اللي بتروح محاصيلهم طبعا. ولكن خلونا نعرف تعامل الدولة مع انتشار الجراد في المدن دي وازاي هيتم السيطرة عليها من الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية. صباح الورد على حضرتك. أهلا أهلا بحضرتك أستاذة دينا، صباح الخير. صباح الورد. كنا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم الجهود اللي بتقوموا بيها لمواجهة الجراد ده. حضرتك الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية بتقوم بدور سنوي أو على مدار السنة في تتبع ومسح واستكشاف لوجود أي أنواع من الجراد على الأراضي المصرية. وخلال السنة الحمد لله ما فيش أي حاجة، إلا إن الموسم ده أو الفترة دي موسم تكاثر شتوي للجراد الصحراوي، وفي طريق الهجرة بتاعه بيمر على مصر. ونظرا لضعف أعمال المكافحة في السودان بدأت أسراب تدخل المناطق الجبلية في منطقة حلايب وشلاتين، وهي لم تدخل إلى المدن، يعني ما فيش يعني جراد دخل المدن أو جراد راح إلى الزراعات عند إخواتنا المزارعين أو الفلاحين. هو كل الموضوع إن في مجموعة من الأسراب الصغيرة الحجم تواجدت في الأودية الجبلية اللي موجود فيها بعض الأعشاب والأشجار بشكل طبيعي، ودي أعشاب وأشجار ما بتسببش يعني أي مصدر للدخل أو حاجة للمزارعين أو الفلاحين، هي مش موجودة خالص إلى الآن في المناطق الزراعية. طيب بالنسبة لخطورتها لو وصلت طبعا للمحاصيل الزراعية، إيه الخطورة بتاعتها؟ هو احنا الحمد لله يعني ربنا يساره ما فيش حاجة هتوصل، احنا يعني في جهود مبذولة من رجال مكافحة الجراد بحيث انهم يحصروا وجودها في المناطق الجبلية، واحنا شغالين معاها وان شاء الله ربنا سهل يعني الامور تبقى خير وما تتعداش هذه المناطق ان شاء الله. طيب دكتور احمد، هل في اوقات معينة في خلال السنة بيجي فيها الجراد ده؟ هو في ثلاث مواسم للتزاوج، الموسم الصيفي والموسم الربيع والموسم الشتوي. بس موسم التكاثر الشتوي هو اللي بيكون يعني في الأعداد الجراد عالية شوية، وده في المنطقة الوسطى من إفريقيا اللي بتشمل دولة السودان، إريتريا، الصومال، برضو في جزء من آسيا، اليمن والسعودية. وده شيء طبيعي، ولكن نظرا لزيادة كمية الأمطار ووجودها في وقت مبكر من السنة دي بدأ يتكون العشب الأخضر اللي موجود في الصحاري في المناطق القاحلة والشبه القاحلة، ودي أراضي بتكون مناسبة لعمليات التبويض وتطور بيض الجراد وتكاثره يعني. فالأجواء دي بتكون مناسبة لما بتكون كمية الأمطار زايدة شوية، لأن بعض المواسم الأخرى بيحصل عملية برضو تكاثر ولكن بيكون بشكل محدود نسبيا. عظيم. احنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا دكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية. شكرا لحضرتك جدا.